البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم. عرفت تعاودوا في هذا الصهر مع هذا المرض؟ الله يعفي علينا. سمحوا لي، راه درت واحد الوصفه لواحد الغسيت اللي هي ما كلشي تيعرف الحلبه والشانوج. الشانوج شديت الشانوج طيبته بوحدو وطيبت الحلبه بوحدها. وعندي هنا الويزيغا با وقيلا تيقولوا له سي كاكتوس، ما عرفت كاكتوس قالت لي فيه واحد الطرف معليش. شديت الحلبه طحنتها مزيان 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 مع الشانوج الويزيغا حتى هي طحنتها بوحدها. عندي واحد لاكريم هنا ديال، ودرت هنا شويه ديال الويل ديال الزيت ديال اللوز وطحنتو صفيتو رجع هكذا. شويه طايبه الكحل حيت فيه الشانوج. وعندي هذا الويفيغا اللي هي قشرتها حتى هي حتى هي وطحنتها. ها هي هنا غادي نخلطها باش تعطينا واحد الحاجه اللي هي مزيانه بزاف للشعر ولا حتى للجه. انا غندي غير شي شويه هي الوي بيغا تيقولوا لي وقيلا حتى هي كاكتوس. انا عرفتها كاكتوس فنعرفها تيعيطوا ليها الهنودة كاكتوس وبالفرنسية الوي بيغا. وإلا عندها سمية أخرى ما عرفت الله أعلم. غتعطينا واحد لاكخيم مزيان بزاف بزاف بزاف. راني نقول لكم واحد الحاجة، شديت اليوم نص ديال هذا الجيل هذا درتو في شعري وغسلتو، ما نقول لكم شو الله العظيم الى مزيان بزاف بزاف بزاف. والبيبي غا تيكبر الشعر تيرطب الشعر هو والحلبه والشانوج. كما عطيتكم يا لي واحد لاغوسيل ديال الشانوج ديال سمحوا لي الحلبه مع لاكريم فريش والروز. والروز الويغا هو تيجي هكذا، نقدر نديرو حتى للجهه ديالنا ومزيان بزاف وليدين وكلشي. اللي تيقولوا على الويغا تيقولوا ليك تحيد السيكاتريس، حتى انا فيا بزاف ديال السيكاتريس، غير تنسني شي حاجه تيكون عندي سيكاتريس. وغادي نجربو حتى انا في واحد الطريقه اللي قالوا ليك تحيدهم بها الا كان بصح، ولا حتى الحلبه تيقولوا ليك تحيد السيكاتريس. وغادي نجربوها وغنقول لكم خاصكم جربوها راه مزيانه. انا اليوم اللي جربت الجلد ديال الويفيغا اللي درنا حنا، اما الاخرين اللي تنشريوهم راه جربناهم انا ما تتبانش ليا لا ريزولتا، مي اللي درت بيديا اليوم وراني الريزولتا ونقول لكم صحتكم وراحتكم. هاد الوصفه هذه راه مزيانه. انا غادي نتبع هذه حتى دي نشوف وصف الصحت ولا لا. شوفوا شي شويه الشانوج طح ليا ملي صفيتهم ما حيدتهمش، مي معليش غادي نحيدهم وغادي نقول لكم بالسلامه.